السلام عليكم. عليكم السلام. مالك؟ يا شيخ، كنت أصلي العصر وكبرت تكبيرة الإحرام هذا وركعت ولم أستطع أن أسبح، هل تحتسب ركعة؟ تحتسب ركعة، التسبيحات سنة على الصحيح. طب أنا لم أحتسبها ركعة، هل علي أن أعيد الصلاة من هذا يا لا، شيخ؟ اجتهدت اجتهدت ولك سلف، ما في مشكلة. طب عندي سؤال ثاني معلش يا شيخ، اسأل.